زون رجعنا معكم من جديد على اكسبريس اف مرحبا بكم في الاستماع مازال مواصلين في زون ميكس حتى لنص نهار مع ضيوفنا مكرم الحزقي وهدي الجبنياني بعد ما حكينا على ليكيب ناسيونال باش نحكيو توا على معز بن شريفيه اللي كنا ديجا حكينا عليه البارح كونه صار الاتفاق بينه وما بين هيئه النادي الافريقي وكان حتى يعني عمل تيست ميديكال ولا فيزيت ميديكال اللي كانت ناجحه الجديد هو بون هو المحل جديد خاطر من الاول كان كانت منتظر ردة الفعل ذي وديجا ملي خرج الاخبار نتاع امكانيه انتقال لمعز بن شريفيه للنادي الافريقي شفنا معناتها لريزو سوسيو كيفاش الناس الكل حكيت على الاخبار ذي فما شكون اللي خذاه بالبي فما شكون اللي خذاه بالخايب الشيء ذي اللي اثر على نفسيه معز بن شريفيه اللي كان متردد اللي كان حاير وكان خايف كاريمون يعني من ردة فعل الجمهور بعد ما صار الاتفاق آخر الأخبار اللي جينا كونه بن شريفية خير أنه يتريث قبل الإمضاء لفائدة النادي آه الأفريقي. هوني السؤال المطروح ليك هادي وليك آه مكرم، معناتها هل, هل معقول أنه لاعب محترف مع نهاية العقد نتاعو، أن جوار سون كلوب تجيه أوفر معناتها انترسانت وقت اللي هو تقريب عام كامل على بنك البوداليه، أوكي معناتها هو متقدم في السنة، ما كوميم جارديان دبيت، 33 ينجم يلعب حتى خمسه ولا سته سنين اخرين دونك جيه اوفر اوكي معناتها من نادي غريم للترجي الرياضي التونسي نعرفوا لا ريفاليتي بين لو كلوب اسكو معز بن شريفي على حق انه يخمم ولا يدرس لفات انه يمشي كور في النادي الافريقي دوتون بلوس اللي شفنا معناتها برشا جوارات وبارافون كيما خالد المولهي كيما وليد الهيشري لعبوا بمراو لسبيرونس ولو كلوب فما فيهم شكون مشى من كلوب لسبيرونس نبيل معلول حمدي نجاز مشى من ليتوال لسبيرونس معتز زادة مشى من ليتوال لسبيرونس مجدي تراوي مشى من ليتوال لسبيرونس وغيرهم من الملاعبين هوني فما دو الواقع والمنطق باش ما نبدا بالمنطق اللي هو ساهل برشا صفقه انتقال لاعب محترف من فريق محترف الى اخر ما ثم حتى مانع هذايا غريم مش غريم هذيك مساله ثانويه ماهيش جريمه عادي ملاعب جاتو اوفر مشى بروفيسيونيل يخدم على روحه ومشى لجمعيه اخرى توا الواقع نحكي على بلادنا، على عقلية جماهيرنا، على ريفاليتي بين الترجي التونسي والنادي الافريقي. أنت هوني بشير أعطيت زيكزامبل نتاع ملاعبيه، العواضي مثلا والمولي وناخذ حتى نبيل معلول، ونحكي في الاوف مع مكرم، سي فري بين الكلوب والترجي، أما فما زاد آه ان ديتاي عنده قيمة كبيرة. أيوه. مثلا العواضي آه ما مشيش مباشرة من الافريقي للترجي ولا العكس، عمل ما بيناتهم باساج في ألمانيا وفي الوحدة في الإمارات نذكر ايه. خالد المولي ما بينتهم مشي للنرويج دونك حتى التونسيون تيح نبيل معلول مشي للسعودية ومن بعد بنزرت ومن بعد يظل وقت مشي للنادي الافريقي يظل ولا نقلبه المفيد باش ن... انا باش نعطي اللخص وانه يعني حتى الحكايه هذه كي ملاعبي ي... يكسر يعني باش يمشي اخر يعمل امتي باساج حتى التونسيون تيح انا نصور إن نتفهم الجمهور ولو مثلا كان جايب شريفيه كلوبيست وماشي للترجي مثلا نفس, نفس الكا نفس الكا لا ريفاليتي بين اعرق الفرق التونسيه في في تونس حكمت في الموضوع هذا بالنسبه له قرار صعيب المعز بن شريفيه حقيقه انا نصور الملاعب هذا نصوروا انسان قبل كل شيء راهو قاعد وحده في بيته عامل ورقه وستيلو الايجابيات والسلبيات قبل الفحص الطبي وقبل كذا وكذا 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 باش يربح عباد منا ومنا وبالشخص يخسر برشا منا ومنا انا نذكر زاد معز بن شريفين نهار 15 جوان عملت له تصريح في ملعب رادس وقت اللي الترجي توج <applause> <applause> بالبطوله من بعد 30 ثانيه قال لي راني انا والرئيس يا حمدي المدب جيني في 30 ثانيه ما عندك وين ماشي باش تقعد معايا في في الترجي هاي يعني هاي تبدلت الامور وتقلبت المعطيات انت توا على ابو رحيل من الترجي الرياضي التونسي اما انا نتفاهم اولا لا رياكسيون تاع الببليك ومتاع معز بن شريفية حقيقة قرار صعب اتحط فيه معز ونعود نقول هو ما عمل حتى شيء غلط خاطر لاعب محترف يمشي لفريق محترف اخر اما لا غالب كما نحكيه فيجو مثلا تقلبت الدنيا في اسبانيا فيجو من ريال البرس يجي يلعب كورنير من بيرسا للريال يجي يلعب كورنير يضربوه ما ينجمش ولا ما الامن والدنيا وعملوا حتى عليه فيلم سي لو ميم كا هي لي دو زي زيكيب في تونس في العاصمه الترجي والنادي الافريقي دونك صعيبه المعادله هذه انت تقول لي في الاخير اعتذر معز اعتذر معز هو ابريوري هذا هذا هو ما تفهم فما تردد كيما كان ينجم يقبل كيما ينجم يعتذر خاطر قلت حقيقه من اصعب القرارات اللي نجم ياخوها ملاعبي في الوضعيه هذه بين الترجي والافريقي مك. بشير معز بن شريفية في فترة ما ونحكيه في آخر الموسم كانت النية تتجه وأنه بشي غادر الفريق وتقريبا بدأ يدرس حتى في عروض من خارج تونس مبدئيا لكن الترجي الرياضي التونسي وهو صرح وكما قال هادي عمل معاه ديجا انترفيو واكد له انه باش يبقى في الترجي لكن بعد انتداد بشير بن سعيد تغيرت الوضعيه وتغيرت كل المعطيات تقريبا واصبح معز بن شريفيه وكاني به غير مرغوب فيه ولا نقولوا غير مرغوب فيه مباشره معناها اليوم ما عادش باش يكون حتى الحارس الثاني ما بين مميش وما بين بشير بن سعيد معناها ما عادش باش يكون الحارس الثاني والثالث، حتى تجديد عقده ما تمش تجديد عقده، مم. يعني اللاعب وضعيته الاداريه والقانونيه في حل من كل ارتباط، يراه في نفسه وفي قدراته وامكانياته وانه مازال قادر معناها باش يلعب 33 زون جارديان ماهوش يتسماش كبير لا شك ولا اختلاف، العروض من برا كون متاكد لو كان فما عرض من برا راهو مشى ووقع خارج تونس جاء عرض النادي الافريقي ربما من الفتره الاولى كان متحمس وكان قابل باش يمشي للنادي الافريقي هو لاعب محترف من حقه باش يعمل شوا لكن بحكم نعرفه هذوما في العاصمه كسوا حتى في اوروبا في انديه اخرى شكون ما يتذكرش بار اكزومبل هيغوايين من نابولي مشى ليوفنتس والامثله م. عديده ومتعدده بسبري معناها بروفيسيونيل معز بن شريفية إن حتى وقع غدوة ولم بعد غدوة معناها مع النادي الإفريقي أعتبر وأن قرار شخصي من حقه يختار ربما تأخر أو تردد أو رفضه في الأخير بعد إجراء الفحوصات الطبية وأنه الضغط ربما كان عليه وحسب بينه وبين نفسه ربما يقول لك كارييري ومسيرتي مع التراجي 14 سنه مم. في صنف معناها الاكابر 11 شامبيونات 3 آه، شامبيونز ليج هو في ذهنه كي عمل توخيره معناه نقول وإحنا خطوه تالي يقولك ربما جمهور سبيرونس باش يدور عليا وباش يولي القى ضغوطات هي الوحيده اللي لحد الان لم يمضي على عقد ما نعرفش علاش قلت خطوه تالي ما كرم معناها اوكي ما مع تهز لا مش دولت هو دولت خطوه تالي ل... لكن آه. هو حسبها وكاني به خطوه تالي كي يقبل عرض اخر غير الترجي هو في افراد عائلته في افراد بدون شك يعني هو الوالده واخواته مش اختياره النادي الافريقي انا قلت لك هو لاعب محترف نهايه عقده في جمعيته غير مرغوب فيه من حقه باش يختار العرض اللي راه مناسب ليه جوستومون هذاك علاش ما فهم حتى سبب يعني خلي يعني انه يرفض المقابلة بتاع النادي آه الافريقي ولا يتخوف منه زادة من زيد فما حاجه اخرى زيد رياضيه معز بن شريفي عنده رقم قياسي في ربيط الابطال الافريقي 111 مقابله في دوري ابطال افريقيا فوالا النادي الافريقي يعني ما عندوش ما عندوش مسابقه قاريه يلعب على الدوري التونسي ولا محليا مسابقات محليه هوني زيد ينجم يخمم على المعطى هذايا يحب يكمل في الرقم القياسي نتاعو مثلا ربما يشوف فريق نجم يلعب كومبيتيسيون افريكان معاه العام الجاي دونك ربما المعطى ولو بنسبه مئويه ضعيفه ما ينجم يخمم فيه كلها مجرد توقعات المحيط. 11 ونص على إكسبرس اف موعد الاخبار مواصلين معكم في زون ميكس حتى نص النهار.